السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مرحبا بكم جميعا في إطار الاستعداد للاختبارات الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية. سوف نرى نموذج الرابع والأخير من نماذج الاختبارات الخاصة باللغة الإنجليزية. إذا كالعادة سوف نبدأ بأسئلة الفهم أو Reading Comprehension. إذا لنقرأ هذا النص ونحاول ترجمته ترجمة حرفية لكي يسهل عليكم فهمه. My school يعني مدرستي. حسن the first middle school is an old school in Darul Zedouh. يعني حسن الأول، مدرسة الحسن الأول إعدادي هي مدرسة قديمة في دارول زيدوح. The school is in front of the popular bank. يعني المدرسة هي أمام البنك الشعبي. It consists of three floors. تتكون من 3 طوابق. And there are 12 classes in it. وهنالك 12 قسم فيها. Class number 8 is in the second floor in the class 12. يعني قسم رقم 8 هو فوق في الطابق الثاني أسفل القسم رقم 12. Students of the third year of secondary school study English in room 12. يعني تلاميذ الثالثة إعدادي يدرسون اللغة الإنجليزية في القاعة 12. They bring a copy book of 100 pages. يحضرون كتاب أو دفتر 100 صفحة. Students book and workbook. كتاب تلميذ و workbook يعني كتاب تمارين أو كتاب العمل. Before students enter the class they make a row. يعني قبل أن يدخل التلاميذ إلى القسم يقومون بالصف. They enter one by one. يعني يدخلون واحد بواحد. And take their assigned seats. ويأخذون مقاعدهم المعلومة. The teacher asks them to open their books at page so and so. يعني الأستاذ يسألهم أن يعني يسألهم أو يطلب منهم فتح كتبهم في الصفحة يعني الفلانية يعني so and so. And starts the lesson. ويبدأ الدرس. When the alarm rings at 12. يعني عندما يدق الجرس في 12. When the bell rings at 12 ولا alarm. Alarm يعني الإنذار، يعني هي فرق بينه وبين the bell. The bell هو الجرس، يجب أن تكون the bell هنا وليس alarm. Anyways, students go in a hurry because they sometimes go back at 1 p.m. يعني تلاميذ يذهبون في عجالة لأنهم في بعض الأحيان يرجعون مع الساعة 1 p.m. يعني بعد الزوال. In general وبصفة عامة students spend their school days full of energy and happiness. يعني بصفة عامة التلاميذ يمضون أيامهم الدراسية مليئة بالطاقة والسعادة. إذا reading comprehension، أسئلة الفهم. Are these statements true or false? Justify. هل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة؟ أعلي الإجابة. A. Students of third year secondary school learn English in class 12. تلاميذ ثالثة إعدادي يدرسون اللغة الإنجليزية في قسم 12. True، صحيحة. في النص Students of third year of secondary school study English in room 12. يمكن التعليل من هنا. B. Students enter the class without making a row. يعني تلاميذ يدخلون القسم بدون أن يقوموا بالصف. يعني without، هنالك with يعني تعني مع، without تعني بدون صف. وهذا false يعني خطأ. Before students enter class they make a row. يعني قبل أن يدخلوا القسم يقومون بالصف. The teacher of English teaches in the third floor. يعني أستاذ اللغة الإنجليزية يدرس في الطابق الثالث. True، صحيحة. إنه قالها يعني لم يقلها النص بصفة مباشرة، فيمكن أن نستقيها من معاني أخرى. Class number 8 is on the second floor and the class 12. يعني قسم رقم 8 هو فوق أو أسفل قسم رقم 12، الطبق الثاني أسفل قسم 12. إذا قسم 12 هو في الثالث. بينما وكيف عرفنا أن قسم 12 هو في الطبق الثالث؟ لأن التلاميذ يدرسون في الطبق في قسم 12 في الطبق الثالث. Anyways، سؤال ثاني. Find the text words that mean the opposite of. يعني جئت في النص كلمات التي تعني عكسه. Close التي تعني اغلق، عكسها هي open. Finish التي تعني ينتهي، عكسها هي start يعني يبدأ. What do the following words refer to. على ماذا تعود الكلمات التالية؟ It يعني it. إذا رجعنا إلى it، أين هي؟ It consists of يعني تتكون من. ما هي المدرسة؟ حسن the first middle school. They من هم they bring copy book of 100 pages. يحضرون
دي أكثر من 100 صفحة وهم تلاميذ، دي students. إذا هذا ما يخص بأسئلة الفهم. لننظر إلى أسئلة اللغة. Language 7 points. Put the names of school objects in their H picture. ضع اسم كل أداة للمدرسة أسفل الصورة. إذا الصورة الأولى هي صورة pencil case، يعني pencil case. ثانية sharpener، يعني منجرة. ثالثة scissors، يعني مقص. هنالك نقول أن ضربة مقص أي سيزو باللغة العامية. الرولر أي مسطرة. an eraser أي ممحات. to complete the sentences with verbs plus s, es or ius when appropriate، يعني أكمل الجمل باستعمال يعني الأفعال بالإضافة إلى إما s or os أو ius عندما تكون ملائمة when appropriate. the baby always cries، يعني أضف ius لأن cry ينتهي بconsonant y، وكما قلنا أن القاعدة في الحاضر مع هي وشي وإت عندما الفعل ينتهي بconsonant y نحذف الواي ونضيف ios. أحمد goes to school every day، يعني أحمد يذهب للمدرسة كل يوم. مع هي وشي وإت في الحاضر نضيف es عندما يكون الفعل ينتهي بo. the mechanics fix cars، يعني الميكانيكيون يصلحون السيارة. هنا لا نضيف أي شيء لأن الميكانيكيون نعود عليهم بدي، وهذه في الحاضر لا الفعل فعلها لا يتغير. دي ميك كارز، دي ميكانيكس فيكس كارز، يعني بدون تغيير. احمد ايس ابل افري داي، احمد ياكل تفاحة كل يوم. اي تنتهي بكونسونو فبالتالي نضيف اس. سلمى بلايز باسكت بول، سلمى تلعب كرة السلة. بلايز رغم انها تنتهي بواي فقبلها حرف متحرك اللي هو اي، وبالتالي نطبق عليه قاعدة. سؤال ثالث 3 complete the following dialogue، يعني اتمم الحوار التالي. S1 يعني student 1 التلميذ الاول. hi how are you، يعني سلام كيف حالك. student 2 I am fine thanks، انا جيد شكرا. nice to meet you، سريت بمعرفتك. nice to meet you too، يعني سريت بمعرفتك كذلك. بالنسبة writing write paragraph about your favorite school subject I like I dislike، يعني اكتب فقرة حول يعني مادتك المدرسية المفضلة، ماذا تحب وماذا لا تحب. كما قلنا عندما نريد أن نكتب فقرة في اللغة الإنجليزية دائما أضع فراغ I leave space وأبدأ with capital letter، يعني أبدأ بحرف كبير، ويعني أبدأ ب topic sentence يعني فكرة عامة وأفكار جزئية و يعني جملة ختامية يعني concluding sentence. إذا إذا كان لديكم أي سؤال وأردتموني أن أتعمق في writing المرجو وضع ذلك في تعليقات أسفل، ونتمنى لكم حظ موفق ونراكم في فيديو آخر إن شاء الله.